نروح من طبعا المحافظات لمساحتنا الطبية، رح نحكي عن مرض السكري اللي عم بيأثر طبعا وبيأثر على كل أعضاء الجسم. تأثيره الأخطر يصيب القدمين، ولهيك الشيء سميت القدم السكرية التي تعد من أكثر المضاعفات حدوثا وخطورة. ممكن تسبب تقرحات بالقدم والتهابات، وتسمم التهابي ناتج عن مرض السكري، وممكن يسبب بتر كلي أو جزئي للأطراف السفلية بالمراحل الأخيرة. كيف ممكن أنه نحمي أنفسنا من هالتطورات، أو يمكن النتائج من مرض السكري؟ شو هي العلاج لهذا الشيء؟ المعلومات أكيد رح تكون مع الدكتور محمد علي نحاس، أستاذة بكلية الطب البشري ورئيس شعبة الأوعية الدموية بمشفى الأسد الجامعي. يسعد صباحك صباح وأهلا النور. وسهلا أهلا فيك. وسهلا. يسعد صباحك دكتور. دكتور، بداية، شو هي القدم السكرية؟ هلا صعب علي احكي عن قدم السكريه بعد ما عملته مقدمه عن حلويات القرع، يعني حكينا عن الحلو، هلا بدنا نحكي عن مضاد الحلو وعن قديش الحلو سيء على اجسامنا. للاسف يعني السكر الصناعي، خلينا نقول القدم السكريه نحن بنعتبرها صراحه من اخطر الاختلاطات للداء السكري. هلا الداء السكري اسمه داء صار مشهور، صار معروف جدا، منتشر بشكل كبير، يعني نحن عندنا ملايين الأشخاص اللي يصابوا بالداء السكري، صار له جمعية خاصة حتى ضمن زملائنا بأطباء الغدد، صار في جمعية خاصة للداء السكري، صار في له يوم عالمي للداء السكري. مشكلة كبيرة يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، ومشكلته مثل ما قلنا أنه هو داء صامت ولكن اختلاطاته كبيرة، ولما بنوصل للاختلاطات نحن بنكون فقدنا مرحلة كتير مهمة لعلاج الداء السكري. الاختلاطات داء السكري بتكون على عدة مستويات، من بدءا من الشرايين ضمن الدماغ، النسيج الدماغي، إلى شرايين الشبكية، إلى الشرايين الإكليلية، إلى شرايين العنق، إلى شرايين الكلية، إلى شرايين الأطراف السفلية. أكيد كل إصابة بموقع معين بتعطينا أعراض معينة، يعني الدماغية عم تعطينا مشاكل نقص تروية دماغية والسكتة وما إلى هنالك اللي نحن بنعرفها، أو الخزل أو الفالج في بعض الأحيان. مستوى شرايين الرقبة نفس الشيء، مستوى الشرايين الإكليلية ممكن يعطينا الاحتشاء العضلي اللي ممكن يصير عند المريض، احتشاء عضلي قلبية من دون ما يحس بأعراض، يعني ممكن ينتقل المريض بيوصل لهالمرحلة ما يحس بالأعراض اللي نحن بنعرفها، لأنه كمان الداء السكري بيصيب الأعصاب مش بس الشرايين، يصيب كمان الأعصاب. على مستوى الكلية ممكن يوصلنا لنقص بوظيفة الكلية وتراجع بوظيفة الكلى، إلا أن يصل المريض إلى الغسيل الكلوي، يعني الغسيل التحلل الكلوي. على مستوى الأطراف السفلية بيصيب الشرايين الصغيرة الانتهائية والشرايين المتوسطة مثل ما بنقول، وبيسبب لنا الشيء اللي بدنا نحكي عنه هو القدم السكرية. القدم السكرية هي الإصابات التي تحدث على مستوى هالقدم ناتجة عن الداء السكري، عن ارتفاع معدلات السكر الغير مضبوط بشكل سليم. يعني السكر ليكون مضبوط بده يكون مضبوط كمان بشكل سليم. هلا في بعض الناس او المرضى بيقول لك انا سكري تحت ال 200، هذا ليس بضبط للسكر. السكر بده يكون بال 100 بال 90 لل 100، هي التوصيات الاخيره هلا، يعني حتى ال 110 و 120 ما عاد عم يقبلوها زملائنا اطباء الغدد، حتى نحن كاختلاطات اللي بنشوف. هالاختلاط مثل ما قلنا على مستوى القدم ممكن يكون يصيب الأوعية ويسبب لي نقص تروي ويسبب لي تموت بأجزاء من القدم أو بكل القدم ويوصل المريض للبتر، وممكن يصيب الأعصاب بيسبب لي كمان القدم السكرية العصبية، وممكن أن يتراكب على هالعنصرين الوعائية، يعني القدم السكرية الوعائية والقدم السكرية العصبية والقدم السكرية الإنتانية، يصير في عندي إنتان، يعني مع التموت بيصير في عندي كمان قايحه مطلعه من القدم، الى ان يصل الى اقصى الحدود للاسف لما بصير في حشرات او شيء تطلع من القدم. بالقدم السكريه العصبيه نحن المريض بيجينا بوضعيه مختلفه، بيقول لك انا ما عم حس باجري او عم حس برد او بحس، ممكن تكون هاي البدايات، يعني هون بصير في عندي اصابه للاعصاب، عم حس مثلا برودة، عم حس سخونة، ما عم حس تنميل أبدا. أحيانا تنميل بطرق بشغلة ما بحس فيها، أو ممكن يجي ما يسخني على إجره يحرق إجره هو ما يحس بالقدم. وفعلا نحن يعني كجراحين أمرار إذا في إصابة عصبية ممكن نعمل بتر
جزء من القدم ابهام او مشط او هيك، والمريض من دون اي تخدير ما بيحس علينا ابدا، بيكون فاقد الاحساس كليا. يعني هي اذا كانت عصبيه، اذا ايوه عصبيه تتراوح من التنميل والخدر الاصابات البسيطه لا فقدان الحس كليا. اذا كانت بالاوعيه الوعائيه هون بده يصير في عندي المراحل اللي نحن بنعرفها، يعني ببلش المريض بمراحل عرج، لانه مثل ما قلنا بتصيب الشرايين الصغيره والشرايين المتوسطه، يعني شرايين القدم وشرايين الساق. يعني مريض اللي نحن وعائيا نفحصه بيكون عنده نبض واصل عند الركبه بس تحت بالقدم يختفي هالنبض. كمان بهالحاله في عندي تدرج، يعني من الاصابات الخفيفه اللي بصير يحس فيها بالبروده اذا بعده عم يحس بالاعصاب، لانه صار في عندي نقص ترويه، لانه لما بتنسد الاوعيه بصير في عندي عدم تدفق جيد للدم، عدم وصول الكميه الكافيه للدم للانسجه لتقوم بوظيفتها. بصير في عندي اعراض مثلا من بروده للعرج، يعني بيقول لك والله انا بمشي مسافه معينه وبتوجعني اجري، بصير بتكمش علي بطه الاجر، الى ان نوصل الى المرحله الاخرانيه اللي هي بدايه التموت اللي ممكن ينقسم لتموت جاف، يعني بصير في عندي قرحات جافه وهي يعني بتكون بعدنا نحن قادرين نعمل شيء، او التموت الرطب، يعني لما بصير في عندي مفرزات تخرج من القدم مع الإصابة اللي وهي بيكون في عندي المرحلة المتقدمة اللي المريض بيصير بده يدفع ثمن غالي، مش من ناحية الكلفة، من ناحية الكلفة العلاجية، ولكن من أجزاء من جسمه، لأنه نحن ما عاد فينا إلا ما بدنا نشيل هالأجزاء اللي متموتة أو اللي فيها خراج أو اللي فيها قيح. والأقدام السكرية مشكلتها نحن بنقول مثل آيسبرغ، يعني الشيء اللي بنشوفه قدامنا مثل الايسبرغ بالضبط، الراس بنشوفه ولكن تحت بيكون في عندنا مخبش كثير، لانه الانتان ممكن ينتشر عبر الاوتار، عبر العضلات الصغيره. لذلك ممكن المريض يجي يقول لك انا عندي بس هالاصبع، ولكن جوات القدم بيكون في عندي خراب كثير. لذلك لما بنقول له لهالمريض هيدا نحن بدنا نشتغل عملية بتر أو عملية تنظير واسعة، بيتفاجأ أنه أنا بس عندي هالأصبع، بس هالأصبع اللي مبين هالضفر، هالأصبع إلى ما هنالك. ولكن بالقدم السكرية بدنا نوضح شغلة أنه آيسبرغ بمعنى الكلمة اللي بيكون جوا بيكون مختلف عن اللي برا، عن الشكل الخارجي. وبالقدم السكرية كل ما أسرع الشخص أو الطبيب بفتح الخراج بتنظير القدم السكرية، كل ما وفر على المريض تموت أجزاء أخرى. نعم. من جسمه. دكتور يعني دائما العلاج بيكون بالقدم السكرية للأسف، يعني بالحالات المتقدمة هو البتر، يعني هل ممكن انقاذ المريض قبل؟ يعني كيف ممكن انه ننقذ المريض من عملية البتر بطرق معينة، او هو حتى لما يحس بشيء فورا يتوجه؟ سؤال مهم جدا، هي كله بيرجع لثقافة المريض، لثقافة المجتمع. هلا نحن بنعمل برامج في جمعيه، مثل ما عم اقول لك الجمعيه، لما بنقول في جمعيه غير بنقول في رابطه، الرابطه تخص اطباء، الجمعيه تخص اطباء وتخص المجتمع المدني، يعني في عندنا ناس في يوم عالمي للسكري، بتشوفوا انه بينزلوا على الشارع بالمستشفيات، على الشارع بالمعامل بالمؤسسات، بيعملوا فحص السكر، في كثير توعيه بالنسبه لهيك. ولكن بدي المريض انا اللي عنده سكري يقتنع انه انا لازم اعمل فحص دوري عند الطبيب، إن كان طبيب الغدد أو إن كان الأطباء الثاني. مثلا طبيب الغدد بيرجع بيحوله لطبيب قلبية مثل ما قلنا، لطبيب عينية، لطبيب كلية، لطبيب أشعة، إلى ما هنالك. الداء السكري داء مالتي ديسبلينري، يعني نحن بنقول عدة تخصصات تدخل فيه. عام 2016 عملنا نحن مؤتمر كجراحة أوعية بالتشارك مع جمعية الغدد أو جمعية الداء السكري، وكان في عندنا تقريبا 12 اختصاص متواجدين عم يحكوا عن شغلة واحدة، يعني من طبيب الغدد لطبيب الأوعية للطبيب النفسي للطبيب العينية لطبيب التجميل، لأنه نحن بعدين بدنا إذا بدنا نعمل مثلا بتر بدنا نعمل ميم لمنطقة بتر، لأنه بنعمل بتر مفتوح، إلى 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 لحتى بما فيهم أيضا المهندس الميكانيكي اللي بده يعمل لي الطرف اللي أنا بدي استخدمه. يعني كنا تقريبا بين 11 و12 اختصاص عم نحكي عن موضوع واحد، ولكن موضوع كتير كتير متشعب وكتير متشابه. لذلك الوعي هو عند المريض، يعني المريض اللي بيعرف عن حاله عنده سكري لو كل 6 شهور زار طبيب وانتبه لحاله، يعني أكيد الانتباه يبتدأ من المريض بمنزله، يعني بده يشوف فحص المنزلي للسكر، فحص الأصابع، بين الفحص المنزلي اكيد،
بده يراقب السكر، بده يراقب الكرياتينين كل فترة انه وظيفة كليته منيحة ولا لا، بده يراقب الاصابع اذا في شيء بين الاصابع بين الافوات مثل ما بنقول، اي فطريات ممكن تنمى ممكن تسبب لي مدخل لاي جرثومة، لانه القدم السكرية كثير بتتأثر بالجراثيم غير عن الاقدام التصلبية، يعني التأثر بيكون اضعاف مضاعفة، لذلك بده يكون هو الطبيب الاول لنفسه بهالموضوع هيدا. الحمية، التدخين اكيد، يعني حتى نحن لما بنحكي عن تدخين بيقول لك طب سيجاره سيجارتين 15 سواقيد، هذا كله بياثر. يعني ما فيني انا اجي اعطي سماح لشغله وانا بعرف انه الشغله راح يكون لها تاثير. طيب دكتور، ان الاعراض ممكن انه تجي القدمين مع بعض، يعني ممكن يصير عنده ممكن فجاه الشخص الم بالقدمين مع بعض، ممكن تصير بالقدمين مع بعض اكيد. لذلك نحن لما بيجينا مريض السكري، يعني التوصيات اللي بنعطيه لما بيكون بالمراحل الاولى انه الحفاظ على نظافة القدم، تجفيف القدم مزبوط بين الاصابع، ما يخلي مي، وضع المرطبات على الجلد، يعني يخلي الجلد دائما رطب، ما يخلي ناشف مشان ما يصير عندي تشققات، لانه هالتشققات ممكن تكون كمان مدخل لجراثيم. ارتداء حذاء مريح، مريح، يعني الحذاء بده يكون مريح، حتى اللي بننصحه مثلا بوضع انه يجيب حذاء اكبر نمره ووضع ضبان سيليكون ضمن الحذاء لحتى يصير يضغط، لانه بالقدم السكريه نحن النقطه الاساسيه بالمعالج ان احنا بنسميها الافلود، يعني عدم الارتكاز على القدم او عدم الوقوف او عدم وضع حمل على القدم. وبتم علاجة يعني بهي التوصيات ولا أكيد. مع أدوية؟ لا، هلأ إذا نحن اتبعنا التوصيات، إذا كانت المرحلة الأولى لشفنا أنه أكيد. بالمرحلة الأولى والمراحل الأفلود اللي بنحكي عنه أنه عدم التحميل على القدم هو كتير مهم لحتى يبلش بالعلاج، لأنه مثل ما قلت لك بالقدم السكري بيصير في عندي إصابات عصبية، ولكن نحن في عنا أعصاب حسية وعنا أعصاب ودية ولا ودية، من إلا هي اللي هي الأعصاب اللي بتنظم لي عمل المفاصل بالقدم، لذلك لما بيصير في عندي مشكلة بهالأعصاب ما بيعود في عندي الإحساس الجيد من القدم للمخيخ يعطيني التوازن السليم، بيصير في عندي عدم توازن بين المفاصل، بيصير في عندي تقل على مفصل أكثر من مفصل، عند هالمفصل بيصير في عندي تقرحات، بيصير في تقرحات القرحة الثاقبة، بيجيك المريض مثلا عنده جورة بإجره مبينة لجوا، هذا لأنه اختلفت المفاصل، اختلفت بتحمل حمل الجسم. نحن بنعرف القدم كثير مهمة، أنا إذا بدي أحمل جسمي وكون متوازن بدي قدم تقريبا 70 سنتي يكون طولها بالضبط، 70 سنتي على اليمين 70 سنتي على اليسار لتحمل لي جسمي ما توقعني، ولكن هالجهاز العصبي وهالمفاصل عم تخلي لي القدم بالشكل اللي نحن بنشوفه بالطول اللي نحن بنشوفه، ولكن في عملية ميكانيكية عصبية كتير مهمة عم تساعدني على حفاظي على التوازن. لذلك المريض السكري إذا ما بلش بهالوقاية هي، عدم قص الأظافر، عدم تغميق اللحم، الوقاية من أي شيء مثلا ممكن يفوت بالإجر، أي مسمار أو أي شيء، أو المشي، حتى نحن بنمنعهم أنه مشي على أرض فيها بحص، مثلا في ناس بتحب تمشي بتروح على البستان، بتروح بتمشي في جبال، الأرض اللي فيها بحص أكيد بتخلخل المفاصل بالقدم، لذلك بننصحه كمان أنه يمشي على أرض دائما سوية، ينتبه لهالموضوع. نعم. هيدا إذا نحن ناخد هالطريق هيدا منوفر على حالنا بعدين أشياء كثيرة. هلأ هاي المرحلة الأولى هي الوقاية، ولكن إنه بده يكون معاها ماشي موضوع ضبط السكر، إذا ما ضبط السكر الغذائية أكيد ضبط السكر بده يكون بالحمية الغذائية، وبده يكون كمان بالأدوية، لأنه نحن بتعرفوا السكري هو نوعين، نمط أول هو الشبابي اللي هو ما إله الشخص، يعني المريض ما إله ذنب فيه، وفي هو النمط الثاني اللي ممكن يكون متأثر كثير بالوارد الغذائي للمريض، اكيد في شيء وراثي ولكن بيتاثر كثيرا بنمط الحياه وبالوارد الغذائي. نعم. لذلك الوارد الغذائي ونوعيه الغذاء بدها تكون مهمه، يعني انا ما فيني يكون معي سكري واسمح لحالي بكل شيء، يكون الوزن يهم بهالحاله هي، انه تخفيف الوزن كمان له نقطه، حتى عمليات السليف القطع المعدي اول ما طلعت هي طلعت وليس للتنحيف صراحه، هي طلعت لعلاج مرض السكري داء السكر وارتفاع التوتر الشرياني،
لانه اثبتت انه بتعطي نتائج. لما بصير في عندي هالسمنه بيصغر حجم الجسم، الانسولين اللي يفرز ممكن بيصير بيغطي لي الحجم، لانه نحن الدواء بنعطيه بناء على حجم الجسم. لذلك الطبيب بيقول لك بتاخذي حبه، بتاخذي حبه ونص لك او لشخص ثاني بيقول له حبتين. ليش؟ لانه كمان يعتمد مساحه الجسم ووزن الجسم. وحتى نسبه السكر قديش مرتفعه؟ اكيد نسبه السكر، ولكن انا في عندي نسبه انسولين. نحن السكر شو هو؟ انه الانسولين اللي انا عم بفرزه ما عاد عم يكفيني. بس لما بيكون مساحة جسمي متر ونص مربع شيء، ولما بيكون مترين مربع شيء، لأنه بده يصير يتوزع الإنسولين على على مساحة أكبر، بده يصير ما يقوم بالعمل اللي لازم عم يقوم فيه بالأول. لذلك العمليات السليب أول ما طلعت هي طلعت لحتى تساعد بضبط مرض السكري، لأنه لما أنا بضبط مرض السكري بضبط كل اختلاطات السكري. هو مرض دائم وبيعيش مع الإنسان ده وبده ده يعني أسلوب حياته دكتور يكون كمان دائم، يعني هو حملة ده أكيد دائمة أكيد. في أخطاء شائعة عم تصير كثير من العالم للأسف، منا مثلا بياكلوا قطعة حلو بياخذوا وراها حبة ضبط السكري، منا بيخبصوا بالدسم، وفي ناس يعني صارت عم تقرا كثير عن مقاومة الجسم للانسولين وكيفية الحميات، منا كثير من الحميات مثل الصيام مثلا اللي بيفيدون كثير، فخبرنا عن الأخطاء الشائعة كطبيب اللي انت عم تشوفها عند العالم حتى نقدر نعرف العالم على انه ما تعمل وممنوع. المشكلة انه نحن لما بنحكي بحمية، الحمية الغذائية هي انك ما تمنع شيء عن المريض، تعطيه كل شيء ولكن بكميات معينة بأوقات معينة من الأسبوع أو من الشهر. يعني المريض السكري أكيد أنا ما رح أمنعه، لأنه المريض السكري بحاجة لمعادن لفيتامينات موجودة بأغذية معينة، ولكن الشيء اللي أنا بدي أمنعه فيه هو السكري بده يكون محدود، الحلويات بده تكون محدودة بشكل كبير تتناسب مع ضبط السكر اللي هو عم يضبطه يوميا. هلا ممكن اطباء الغداء تسمح لبعض المرضى مره بالشهر، مره بالاسبوع او مرتين، على هوا الوضع المريض اللي هو فيه حاليا، انه تسمح لهم ياكلوا شيء معين بكميه معينه بحلو معين او فاكهه معينه الى ما هنالك. شيء ثاني، يعني انا اللي بقول انه ما في مريض مثل مريض، يعني في شغله نحن لازم نفهمها. نحن مشكلتنا بالعالم العربي انه الصيدلي بده يتدخل بالعلاج، الجار بده يتدخل بالعلاج، السائق بده يتدخل بالعلاج، مواقع التواصل هي مشكله كبيره بمواقع بالعيشة. التواصل يعني انا اخذ هالدواء غير هالدواء انا اخذ هالدواء اعطاك لا يا حبيبي شيل الدواء اللي اعطاك يا دكتور. الامور هيك ما في لزوم للطبيب، كنت انا بفوت على كمبيوتر بحط الاعراض وبحط طولي بحط جسمي وبقول لي شو الدواء اللي اخذه. ابدا المريض، حتى مريض مرشح، نحن بنقول يعني مريض مرشح عن مريض مرشح يختلف العلاج تبعه بكل سنه، بس نحن للاسف انه انا اخذت هالدواء استفدت عليه، ممكن بس لا يعني انه انا المريض الثاني يستفيد على نفس الدواء. بقى نحن اللي بنقوله انه لا، المريض خليه متابع مع الطبيب. هلا مواقع التواصل للاسف امرار إلى إيجابية بهالموضوع، بس أمرار إلى كتير سلبية بهالموضوع، لأنه عم تعرض تجربة شخصية ما فينا أنا أعممها على الكل، ما فينا أعممها على أي مريض. المريض السكري إذا ما عنده شيء أعراض تانية أمراض تانية شيء، وإذا عنده نقص تربية إكليلية قصور قلب شيء آخر. يعني أنا طبيب قوي ما بعمري بوصف دواء ضغط لمريض بقول له روح لعند طبيب قلبية، مع أنه يدخل ضمن اختصاصي إذا بدي، ولكن طبيب القلبية هو اللي بيفحص المريض، بيعمله تخطيط وصورة صدر وبيشوف ضغطه وبيدراه وبيعطيه الدواء المزبوط. أنا يمكن شوف المريض مرة واحدة، أنا بكون عم غشه إذا عطيته هالدواء لأرضيه. بس موضوع المتابعة مع الطبيب الاختصاصي، هلا ما عاد في عنا اختصاص، صار في عنا سب سبيشاليتي، صار في عنا بالاختصاص اختصاص، يعني ضمن الاختصاص صار في عندي اختصاص ثاني، يعني صارت الامور كثير متشعبة بهالموضوع هذا. لذلك المريض لما عم ياخذ اي دواء بنصيحة معينة او يبدل دواء بنصيحة معينة بيكون عم يضر حاله. الوقاية اللي نحن بننصح فيها المرضى بتبلش من عندهم هي مراقبة كل الأعراض، حتى كمية البول مثلا اللي عنده لشوف إذا صار في عندي مشكلة بالكلية ولا لا، ريحة البول كمان مؤثرة، المرات التبول كمان مؤثرة، لأنه عدد تكرار مرات التبول يعني في عندي أنا سكر صار غير مضبوط، صار المريض عم يحتاج يفوت على الحمام ليتبول عدة مرات. هي كلها علامات أكيد طبيب الغذاء بيشرح له إياها، بس كمان هي بده هو يراقبها ويتابعها. لذلك هي مواضيع مهمة. هلأ
لما بيزور طبيب جراحة أوعية بالمراحل الأولى، أنا ممكن بالمراحل الأولى لما بيصير بيكون في عندي تضيقات على مستوى شرايين الساق، أقدر أعمل توسيع بالبالون ورجع التروية وأوقي هالمريض من نقص تروية ومن بتر لاحقا. ولكن نحن عم نشوف انه المريض ممكن انه ما يزور المريض الطبيب الاوعيه جراحه الاوعيه الا بالمراحل الانتهائيه، لما ما بيكون في قدامنا الا هو انه نقطع جزء من جسمه. هي عن طريق الصوره بيتم الكشف؟ عن طريق الصوره اكيد. في صور في بالفحص السريري ممكن يكون يتم الكشف، يعني بس نوضع ايدنا على القدم ونجس النبض بالاماكن اللي نحن بنجسها ممكن نعرف اذا في عندنا نقص ترويه، من حراره القدمين ممكن نعرف اذا في هالشيء هيدا، من المظهر الخارجي للقدم فينا نعرف من لونه، من الاشعار، من التشققات، من حيويه الجلد، يعني الطبيب الاختصاصي جراحه الاوعيه ممكن انه يعرف هالشيء من النظرة الأولى قبل ما يستخدم حتى الإيكو دوبلر اللي موجود بأي عيادة، اللي بيقول لي شو هي وظيفة أو شو هي وضعية الشجرة الشريانية. لهيك نحن بدنا نقول لكل الأشخاص أنه فعلا وقت يحسوا بأي عرض أنه يتوجهوا للطبيب ويديروا بالهم على صحتهم، صحتنا يمكن أمانة بحق حالنا أنه نحن نحافظ عليها. زينب، لازم يعرفوا أنه الطبيب عنده مقدرة على المساعدة، إذا هالمريض هيدا وصل ضمن الحدود والأوقات المعقولة أكيد الطبيب بيعطيه فائدة أكثر، بس إذا وصل بعد هالشيء هيدا رح يكون الطبيب يعني غير قادر بكل تأكيد لا في سوريا ولا في أي بلد في العالم أنه يقدم له الشيء اللي هو خايف منه ينقذها. هو البتر. البتر هو البعبع أو الخوف تبع أي مريض، وهيدا نحن بنشوفه، لأنه ممكن تقول للمريض بدي شيل جزء من الكروم بيقول لك أوكي، بدي شيل جزء من الرئة بيقول لك أوكي، بس تقول له بدي شيل ضفر بصير بده يحسبها، بدي يشيل الاصبع بصير، لانه هذا شيء ظاهر، شيء عياني. لذلك نحن نتامل انه ما نوصل لهالشيء هذا. الاطباء بسوريا عبر الروابط وعبر الجمعيات ما عم ياثروا، المؤسسات والمجتمع المدني ما عم ياثر، التلفزيون مثلا ما عم ياثر، ولكن المريض بده هو ياخذ المبادره ويكون اكثر مبادر بهالموضوع هذا، لو كل ست اشهر مره زار الطبيب هذا لا يعني انه هو القصر، هذا هو الربحان. نعم دكتور، يعني بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، ومثل ما بيقولوا دائما يعني من زمان احذروا الابيضين. صح. الملح والسكر هن سبب اغلب الامراض. صح. بنتمنى يكونوا استفادوا الكل من هيك المعلومات اللي اعطيتنا اياها، شكرا لوجودك وان شاء الله بقيه نهار كثير حلو. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور على المعلومات يلي قدمتها.